أهلا وسهلا ومع السلامة. أهلا وسهلا بالعلم ومع السلامة بهالظلم وبهالجهل. ويداعا أيها الجهل، رح الصورة بإيدي رح نشوفها. عم بيخلقوا أطفال مش مشوهين، هيدي الرسالة على وجهون، على إيديون، على أجريون، هيدي علامة. علمني من؟ علمني بالآلام تلدين، العلم يعمي والجهالة تعمي، وكلاهما بلاء. ولكن لما نبشوف هل فنى بهالبلاء، كل من عليها فن. رح يصوره ورح تشوفه، هيدا هو هالطفل مكتوب على جبينه خلق رقم 12. هاي زاوية، هاي اثنين، هاي ثلاثة. العدد العربي صرتوا تعرفوه، Arabic number. زاوية 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفر. هاي علم الزوايا. هالزوايا فينا كورنرز، مقدسة هالزوايا. هالصبي اللي خلي مكتوب على جبينه 12، حاطين هون أمه حدا تادي بير. ليكو هالتادي بير منو لطيف بشكل مزعج. إذا عم بتحطوا على حد هالأطفال ألعاب مزعجة، ما بدي لا باربي ولا ألعاب مزعجة أبداً. إذا بتحطوا حبة حباء، يعني شو ما بتكون، وردة هي بتوقع مش أنت تقطفها وتجي لهون زعلانة، هالوردة كنت أنا وأمي جاي عم تحطين حد ابنك. فيكن تحطوا بالليل وبالنهار، لأنه وقت بتنام بالليل بتعطيك الهواء اللي بدك إياه، أنت واقف الهواء اللي بدك إياه. كلنا وقت منعيش بالغابة شو منقطع الشجرة من عشية يعني؟ أينما توليتم فثم وجه الله. بس بدنا العلم. هلأ هالعلم موجود بكل لحظة بهالوجود، بس مين عم بيسمع مريم؟ مش هاي مريم نور؟ بس لأنه شايفين هالشكل بس بدون عقل. ما حدا عم بيقدر يدخل على عقل. بس بدي اتصور معي بقدر، صاروا يعرفوا. بسكر سحر التليفون نادرا ما يدق يعني. فاذا هلا رح نشوف هالعلم، رح يكون بالبرنامج بصر بصيره. وبشكر كل اللي عم بيساهموا هالسهم اللي اعطيتني اياه. نعم، شرب الحكيم هو الايد اليمين ل بتسميه غريغوريوس لحام. أنا الطفل الكلام اللي قلت لهم وقلت ليهم، يعني ما حدا بيقولهم إلا المستنير. هالقد عندك براءة الأطفال وعندك حكمة الرمال يا حبيبي، موجودة فينا كلنا. بس اليوم حتى رجال الدين معظمهم مظلومين، ما بيعرفوا هيك ليه، هيك عم بيشتغلوا من ألوف السنين. كم حرب اسم الصليبية، كم حرب اسم الجهاد، كم حرب باسم بوذا. 42 سنة عم بحكيكم وأمويت وبعدكم عم تشكروا. قال له بدي روح من زمان، بدي أرجع على البيت. وقت اللي إجا وشافوا بيه قال له كنت ملك صرت شحاد. قال له كنت شحاد صرت ملك، تطلع بعيوني يا بيي. وقال له لمرته أنت مستنيرة بلا ما تروحي لمطرح، المرة بتضل ببيتها بتستقبل. كلمة وومب رحم. نعم، آدم، حواء، ميم. انتبهوا هالعلم موجود بكتب كتيرة خاصة صوفي هيلينج لمعين الدين الشستي، وموجود بالأطفال بالطبيعة والوحي اللي بيحطه الله فينا. الله عبدي يتقربوا إلي بالنوافل، خلقت الخلق لأعرف. الله بده إيدينا وبده يستعملنا ويستخدمنا بيقلبنا. فإذا هالطفل اللي عم بتشوفون عم بيجوا بيجيبوا إشارات، انتبهوا. نحن ما بنفهم الإشارة، بس الإشارة بشارة. وما تروح عند حدا أبدا، هيدا أنت خلفته بتاني جسد 50-50 المرأة والرجال. بتشوفوا ليش عم بتصير هيك. نعم، numbers and letters هالعلم عناية رح تكون ببصر وبصيرة الطبخة النبوية الشريفة، طبخة الإمام علي. لا طعام على طعام، مضغ 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 مضغ، شروق وغروب هو الشوق إلى هيك. كلنا بدنا نعرف أي ألعاب بنجيبها لأولادنا تيلعبوا فيها. انتبهوا،
خليهم الولدين ثلاثة أربعة خمسة بيبقوا قاعدين عم بيلعبوا بالرمل وبعملوا بيت من الرمل، وبعدين بيوقع البيت بيبكوا وبتنزل مخططهم وبياكلوها وبيعملوا تعلم بيكاكا وبياكلون كمان زبدتهم وبيلعبوا هيك وبرجع بكفوا اللعبة. بينما نحن الكبار منتخانق وما منتصالح. البطانة طالحة، ما في بطانة صالحة، راحت أيام الخلفاء. يا أمير المؤمنين، هلا يا أمير المنافقين والكذابين والحرامية والسرائيين، هل قاعد من هالعجين؟ فإذا ما حدا يغير حدا، بدي غير العالم. شو بعمل تغير العالم؟ قولي لي، قولي لي أي كتاب بدك تقرأ؟ بحبك كثير أنا. نعم، هي مهضومة كمان بدنا نقولها. قال هل تعلم إنه باليابان ما بتنقطع؟ نعم، إن في اليابان لا تنقطع الكهرباء إلا في السفارة اللبنانية، وذلك احتراما للعادات وللتقاليد. هدوم إنك عملوا ماراثون مدري شو بيقولوا لهم هول بيرقدوا، بس ركضوا اللبنانيين طفيوا الكهرباء، لأنه من زمان بالسبعينات آمنة سالكة. هلا نقطع الكهرباء؟ إيش الكهرباء؟ نقطع الكهرباء؟ إيش الكهرباء؟ نعم. قال له امسح من عدم الرجولة، ليس من الرجولة أن تضرب فتاة، امسح المكياج وقاتل قاتل رجل برجل. هلا المرة بس تشيل المكياج ما بقى تعرفها إذا مرة أو رجال، كلهم يا أشباه الرجال والنساء. ميك أب ميك أب، ما بدي ميك أب، عندك ويك أب، روح أبعد من الشكل. Go beyond the mind, go beyond the body. You are a being. كفى بالموت واعزا، ما زال في موت، والموت يا أخوتي ما له عمر، ما بتعرف أي ساعة يعني. هلا هيدي وعدتهم للمعلم لإلي، قلت لهم رح أقول لهم يا هو، بعتها لكل الشباب المحطوطين عندي على love list. شو هو المسيح قام حقا قام؟ نعم، هيدا السر. كروس، الصليب، صلبه، لقيمات يقومن به الصلب. في طلع البدر علينا، في هلال وفي بدر وفي قمر، وكل علامتهم هيك. هيدا هو الكروس، كريس كروس، كروس كريس. ما عنا نحن كريستيانيتي، عنا كروسيانيتي، الصليبية. رو واحضروا فيلم برادرز اند سيستر مون، وقت اللي اجوا بيو نوبل وبيو غني كتير فرانسيس من أسيزي معه سيف، قال له الخليفة بسوريا قبل ما تقتل المسلمين رح قل لك من هو المسيح في الإسلام وفي القرآن الكريم. بكي فرانسيسكو وحط سيفه واعتذر ومشي والدم يجري، وتعلم دعاء الطائف ورجع على أسيزي وقال بدي ابني كنيسة المسيح. صار يطلع ضد، مش أي كنيسة بدك تبني كنيسة المسيح. قال له الإنسان، أنا أتيت لأنك أنت مسيح، كلنا ممسوحين من روح الله، كلنا أخوة. وجاب هالمعافين، احضروا برادر سان سيستر مون. مين جرب يقتله؟ نعم، جابوه على الفاتيكان. شوف شو حلوة، وجرب يعطي أمر بقتله، جاء إشارة من المسيح ونزل البابا وبس له أجره لفرانسيسكو وتركه بس له أجره. مثل ما المجدلية جابت أغلى العطور وغسلت إجرين المسيح، قال له يوداس ليش عم تقبل العطر؟ ما نبيعهم ومطعمين للفقراء. قال له الفقراء عندكم في كل حين، عم بتغسل حالها مش إجرين المسيح. وقت عم بغسل لك إجريك، عم بغسل إجري، عم بغسل أفكاري، نوي خطايا. هلأ بأمريكا وباليابان بهالنهار بنوع خاص كلهم حاملين بيلو سجادة وعم بيرقصوا ويغنوا ويضربوا السجادة. هون اخوتنا كمان الموحدين بيفتحوا جبر 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 جبر
شو قصد؟ إذا واحد سبني 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 سبني، فكرت بعد 24 ساعة بكرة بقول لك، لقيت معه حق، روح بعتذر منه، وإذا لقيته غلطان جاهل الجهل ادعي له بالخير. ما تضيعوا وقتكم، إذا كل الوقت بدي ضيع وقتي معه ومعي، ما في وقت أتعرف على نفسي، كل الوقت بدي أتحاكم وأحكم غيري. كلمة الكروس افتحوا أي كتاب من أوشو أو أوشو.com، صرتوا تعرفوا أهبل مني ما في وأبهل، وبتلاقوا شو معناتها. طلع البدر علينا مع هشام، هشام في إنشودة، طلع البدر أوين بيعمل هيك؟ ولو كل شي مرة يعمل لي هيك الصبي، بس حتتجوز انتبه من قصه. لما رح يلاقي حدا صعب تلاقي روح مثلك تندمجوا سوا وتتكفلوا، مش تتبنوا، لا تبني في الإسلام. هلأ بأمريكا وكل التلاميذ الموحدين عم بيتعلموا اللغة العربية، وميتشو قبل ما ترك جسمه خبرتكم على أيامي كان عبد الباسط عبد الصمد، نحط صار يسمع نو 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 نو، طلب سورة مريم آيات كنت أنا أحبهم وأعطيهم. بعدين خوري يعني رجل دين مسيحي أرثوذكسي رفع الأذان، قال السورة بلش فيها، قال له this one. فإذا هالصوت، ما في صوت مثل التاني، ما في خط مثل التاني، ما في أمضة مثل التاني، ما في شعرة مثل التاني. انتبهوا شو يعني شعر المنفوش؟ ليش بنيتنا هيك عم ننفشهم؟ بدها تعمد بنتها، جيتها جابتها عمرها 9 أيام مدري 10، هيك طفلة، عملوا لها ميك اب. قالت لي عملت مصاري، دفعت 200 دولار. يا اختي انت عم تقتلي هالام وعم تقتلي هالطفلة، والبي منه عارف بده يرضي مرته. يعني ما بقى في عائلة، العائلة علة، بفهم. هلا بدنا جماعة. إذا منلتقى 10 بلبنان منلاقي الأرض موجودة، أكثر من رئيس بلدية بيقدمها، ميسورين موجودين، بس بدنا إنسان ما يكون مسلم مسيحي يهودي بوذي كريشنا مريشنا. ما بدي لا أنتمي إلى أي دين، لا أعبد ما تعبدون ولا. بس مريم أنت بتحكي بالإسلام كثير حلو، ليه منك مسلمة؟ ليه منك محجبة؟ ما برد. أنا وعرياني محجبة، أنا وعم باكل صايمة، ما بقطع صوم تصوم، ما بقطع صلاة تصلي. طفل خلق راحت كل الأسرار بالطفولة وبالحكمة. مشان هيك أمريكا أغنى شعب، ليه؟ لأنه ما عمرون كتير شي 300 سنة، بس إجوا من كل العالم، اغتنوا مادياً، شبعوا، والإسلام فات بالأخلاق وبالعلم بالوسطية. هي الصليب. هلأ في حرية هونيك، فكوا له رقبته لأوباما، شفتوا شو عملتوا فيه، 44 رقمة. مشان هيك هلأ علم وسر الأربعة، أربعة 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 أربعة، لا إله إلا الله، لا 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 لا. فإذن لا مسلم ولا مسيحي، هيدي الفطرة، والفطرة خطرة، ولكن فوق الطبيعة، طبيعي إني خطير، فوق الطبيعة إنك تكبر. ربك فكبر، ربك فكبر. هالعلم علم العدد نمبر، وعلم الحرف letter، نمبر and letter. أحمد محمد بالمعمودية بغيروا لنا اسمنا، وإجا لعند الحبيب وكتير ناس وغير لهم أسميهم. لا لا، هيدا في حسد، هيدا في سحر، هيدا في شعوذة. هلأ زمن الحسد والسحر والشعوذة، وشو بيقولوا بيتنقبوا بكرة شو بده يصير، يعني كلهم هوكبون، كلهم هيدا. فإذا كلمة كروس بعتلكم إياها للكل، وقعدوا قال هيك ختموها هون هون بنكتة مهتومة. قال في واحد هندي، واحد بريطاني، واحد أمريكاني عم بيحكوا مع بعضهم، عم بيمشوا هيك بالمقبرة. قالوا ليه بس تموت أنت؟ مع مين بتحب تكون؟ الأمريكاني. قالوا أنا بحب أكون مع غاندي، وأنا بحب أكون مع تشرشل. واحد ثالث قال له أنا بحب أكون مع راكيل والش، يعني الوحدة حلوة كثير مثل بناتنا. قال له ليه؟ انطردي يا تخبرك للهند، ما هي منا ميتة بعد، نحن عم نحكي عن الموتى،
قال له أنا كمان مني مي بحب كون معه. كلنا النكتة يلي إلها رسالة ما تكون جلقة يعني، تكون منيحة نشارك فيها، لأنه اليوم من ممر إلى ممر، من ممر إلى ممر حتى المقر. ولكن بتشوفوا بهالأفلام اللي محطوطة عنا وممنوعة محطوطة على بيت الله، في شاب رح يستنير، كان مريض وقام شاف عصفور ومشي هيك، هذا هو الصراط المستقيم. شافوا الشيخ، لقى في بنت حلوة كتير جاية هيك، طلع وراه وقطع له راسه. هذا سيف الإمام عليه، فصل وصل خلص، فات على البيت. ليش تضيع وقت؟ التقمص حقيقة، ليش تتعمل تناسخ؟ تقمص. نعم، قميص جديدة، قميص جديدة، قميص جديدة، لا فيها حديدة ولا فيها جيبة، كفى بالموت واعظة. لمين بدك تترك هالورثة؟ روم قصيدة الإمام علي. نعم، للورثة بني بيتك هلا، إذا ما بنيته اليوم بيت الآخرة ما رح تبني بس تموت. وليش تنضل نروح ونجي؟ الآن هو الزمان والمكان، now or never. يا حبيبي قال a new vacuum cleaner، في واحد دق على الباب فتحت له، قال له أنا معي هوفر جديدة بتنظف، وشوفي إذا هي ما نظفتها أنا بدي كبها الزبالة، إذا ما نظفتها أنا بدي أكله، تكوني أكيدة. وكب نفايات البقرة، نفاياتها نفاياتها بالأرض. قال له أنا هلأ بدي نظف. قالت له بس مسيو إذا بتحب يعني بحط لك أي نوع من الكاتشاب أو المايونيز عليهم. قال له ليه عم تقول هيك؟ ما أنا معي قالت له لأنه ما في كهرباء. إحنا هيك دايما يعني، بدك تسأل رح الكهرباء، إيش الكهرباء؟ انتبهوا، أنت بلبنان يعني. معلش إذا ما في كهرباء وما في موتور، عنا إجرينا الحمد لله عم نمشي يعني، وقت بتقولي ما في كهرباء هيدا مقطشين إجرين. هلأ رح فرجيكم هالصور اللي شفتوا، رح هالبنت عملته ليكم. كارول سعادة كيف بترسم؟ وفي معه واحد كمان بعرفكم عليهم، اثنيناتهم وجيران بنفس المنطقة بعوكر وبالنقاش، هو يلي بحط تحط هي الصورة ولحي وهيدي القنديل. وهون فارس طباع، هو اللي بحط الخرز على الحجاب وهيك مثل ما بديك، وبيبيعون وبيروحوا بيشتركوا بمعارض كتيرة وبرا. شوف شو بترسم هالبنت، ولا رحت على مدرسة ولا بتعرف المدرسة، هي بتحب ترسم من هي وصغيرة. شوفوا هالفستان، شوف شو حاطت فيه هيك، وبيعه مثل ما هو. فارس is fair. هلا شوفوا هاي الأمريكاني عم بيتجسس والإسرائيلي عم بيتجسس، هيدا على الكرة الأرضية، وهيدك بيعرف وين فات على مرج عيونه وشو عمل، وفات هون وشو عمل، وكب هالكيميكال دراجز كتار عنا بالحي عم بيدوخوا، عم بيروحوا بياخذوا أدوية وبيقعدوا بالمستشفى وبيعملوا. هلا هون التجسس العربي وين؟ بدي اشوف هون، بدي فوت على الحمام. قال عم بيترجموا هلا شوربة حمام، باثروم سوب، تبولت تبولة حتى تبولت يورينيشن. دخيلكم ابدا ما تقروا اي كتاب مش محطوط عليه مريم نور او بي سبيس، كل اللي عم بترجموا كلها الترجمه رجمه عندكم، ما في اي لزوم تترجموا. كل كتب مريم نور صدقه، مش مريم اللي عم تكتب. انا مثلكم بقرا وبسكر بقول مش معقول مش مريم اللي عم تكتب. فيني حط كل يوم كتاب بالانجليزي بياخذ معي 3 ساعات 4 ساعات، بس بالعربي بلشت اقول الحبيب. حتى برا ما بيحطوا اي لقب، علي علي عم بيقولوا، عين محمد محمد بالحي، بودا هيني بيقولوا كلهم، رابعه عين رابعه
حلاج ح ح. الأحرف الأبجدية العربية بتشفينا من أمراض كتيرة. أنا بس كون بالبيت بحكي مع حالي قول القاف بس برا صرتي درزية. لا شوفوا الكتاب الذي تقرأه لأول مرة وتتفاجأ بما فيه رغم أنك أنت مؤلفه هو كتابك، كتاب يوم القيامة، فأحسن تأليفه. كل ورق كذب إلا ورقة النعوة، هيدي ورقة الدعوة. أنت لوين رايح؟ لحي بإيدك. حسن الخاتمة أنت وقت اللي فات سيدنا عمر وبكي، قال له ليش عم تبكي الحبيب؟ قال له ليك الأيسر كيف عايش؟ ليك أنت. قال له هن إلهم الدنيا، نحن إلنا الآخرة. انتبه، أهدتني سجادة صلاة، كم من سجادة ساجدة أكثر من الساجد، والماء في وضوء أكثر من المتوضئ به، والقبلة في استقبال وجه ربها أكثر من المتوجه للقبلة نفسه. وين رايحين؟ كل شيء في صلاة وصلة، إلا هذا التائه في الأرض ولا يريد أن يرى الطريق وهو في الطريق. ليش ضايعين؟ ليش صايعين؟ ألهان التكاثر. أنا بروح على مول عنا هيك بتطلع قلبي بيبكي، مني بحاجة لشي أبدا. بدي جيبه من هالدكين تحطه عندي بالبيت، شو هيدي الدكين؟ صرمية وحدة تحطها برا وبتفوت. وتيب تعودته إلي، قل له بعد نظيف تعودت عليه، بقول كل يوم تغيره وبنسى وبجي فيه. مشان هيك الدليلاما عم بيقولوا له انه مريم هي مثلكم، هيدا اللون المارون، هيدا لون الظهر. عند اوشو بنلبسه كلنا بالنهار، لانه بالظهر ما في خيال، حي مع حي، حي قيوم مع حي قيوم، هيدا التانترا. من عشيه بتلبس ابيض. موت الموت. ما في جيبة، ما في، ما عنا معادن، ما عنا شيء أبدا، بس منتسلى باللعب، منقرأ التارو، منحط مالا. أنا بحب عيش بجماعة لأنه ما رح يتضايقوا إذا شافوا القرآن على صدري يعني، أو حدي أو قلبي، أو نحكي محمد ونحكي بودا كريشنا رابع الحلاج، لأنه بالدنيا ما بقى في حقيقة. كتب على ابن آدم الزنا في جميع حواسنا. ما بدي اخوتي يلي بالجسد from dust to dust، بدي اخوتي اللي بالروح. نعم بشكرك يا حبيبي انت، بفضلكم بقوا اكثر وبتبعتوا لي وبحطهم بالكتب. من عرف الرفيق هانت عليه الطريق، من وصل حصل، من يحارب إما أن يجرح أو يموت أو ينتصر. أنت هذا اختياره بإذنه وبفضله وبعونه. هل من تنير طريقه الشمس يحتاج إلى مصباح؟ كم من جائع لا يعرف أن طعامه هو رضائه والقرب منه تعالى؟ أتعجب فقط للذي يطيعه لكي يعصاه؟ إن الجمال هو خالقه والحب هو واضعه. تتمنون الموت إن كنتم صادقين. ما أجمل الاستماع والاستمتاع مع القرآن الكريم. هلا بدي أقول لكم إنه في ناس هون يا حبيبي، نعم أنت واحد منهم، كان بلسانه ما بقى يقدر سنجاب، وهلا بيبعتوا لي بهون في عظمي، لا هلا في بالعين، في طرق كثيره انهم يقدروا، منهم بحاجه يتعذبوا، ما في ايد ما في اجر، في العين في البصر والبصيره.
حتى هتنا في هلا السكايب هيدي الخشوع. الإمام علي حكي قال له علي يعني أنا عمر وأنت علي يعني عين عين أكرم الله، كلهم كانوا بالعين. عم بقول لك ببلاد الفرس يا سارية الجبل لما رجعوا بعد كم شهر قالوا انتصرنا لأنه في حدا حكينا. مثل مين حكينا؟ نعم. عشان هيك هلأ عم بيحطوا العلماء بيقولوا يلي شق القمر ويلي عمل السكايب ويلي من كواكب تانية، ورح تشوفون معي صور لألون إنه ليش عمروا على المدرسة؟ هلأ الهوم سكولينج كلكم بتتجنسوا، هيدا من حقكم، حطوا فنلاند هيدي مثل أستراليا مثل هيك بلد يعني قريبة من هون هنا. بفنلاند ما في مدارس، ما في كنائس، مساجد، معابد، هياكل أبدا مثل نيوزيلند. تمشي حافة أكتر شيء بنلبس كالسيت إذا بدك، بس هالشوكة لما بتشكك نعم. وقت كان ماري الملك شكته الشوكة قال لي أنا الملك وتشكيني، قالت له إذا الملك ما بدي يشكه مين بدي يشك؟ فإذا من الشك إلى اليقين نقيني ورقيني.